صباح الخير عليكم أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج حكاية ولاد البلد. صباح الحب، صباح كل خير عليك يا مصر يا بلدنا يا جميلة. مصر يا أم الدنيا يلي هتفضلي فوق كل الدنيا. صباح جميل عليكم وإشراقة جديدة من قناة الصحة والجمال. صباح الفل يا شيماء. صباح الخير يا أسماء. صباح الخير حبايبنا المشاهدين وكل المصريين، اهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه ولاد البلد. يا رب نقدر نساعدكم ونفيد لكم حاجات جديده النهارده في حلقتنا ان شاء الله باذن الله. صباح شعب اصيل، صباح شعب بيحب بعضه، ايدينا في ايد بعض. حلقتنا النهارده عن الاحداث الجاريه اللي كل بلاد العالم بتمر بيها، ولكن جايين نقول لكم ما تقلقوش، مصر دايما محفوظة بأمر الله. بأمر الله قعدنا في بيوتنا عشان نتصان، بأمر الله حاجات كتيرة حصلت ما كناش متوقعينها ولا متخيلينها. عايزين يا شيماء الأول في صباح حكاية ولاد البلد تحية شكر وتقدير لكل رجل وكل امرأة وكل طفل وكل شاب. شيماء، رجال الجيش والشرطة والأهالي وشبابنا في الشارع، منظر جميل قوي. منظر جميل وتعبانين معانا جدا، وخاصة يا جماعة الدكاترة والممرضات والناس اللي تعبانين جدا جدا معانا اليومين دول، اللي معرضين نفسهم للخطر عشاننا، اللي بيضحوا بحاجات كتيرة قوي عشاننا. احنا لازم نلتزم بالتعليمات، لازم نكون ناس عندنا وعي وثقافة، ونقول زي ما بنقول لأ لأي سلبيات، نقول لأ للمرض، نقول للالتزام، نقعد في بيوتنا نلتزم، نحاول نراعي ربنا في كل شيء. ممكن يكون في حد عافانا الله مريض ينقل المرض لحد تاني. بالظبط، في ناس حتة الالتزام وفي ناس ما تستحملوش، صح؟ فياريت مش بتوكي نفسك وبس، لا ده انت بتحمي نفسك وبتحمي شعبك وبتحمي ناسك وجيرانك وحبايبك، فانت لازم تتعاون وتساعد معانا في الحمله دي. احنا في وباء بس هنعدي منه واحده واحده، ايدينا في ايد بعض هنعدي منه باذنك يا رب. ولا انت ايه رايك يا اسماء؟ والله ده بامر الله اتقفلت الكازينوهات والبارات، كمان في امستردام اللي كانت بتدخل ملايين الدولارات اتقفلت بامر الله. بأمر الله ترامب قلل الفايدة لصفر في المية، يعني بأمر الله مفيش ربا. بأمر الله ربنا حطنا في اختبار قوي جدا، كلنا بنقول فيه يا رب في صوت واحد، مش شرط ننزل الشارع عشان نقول يا رب. ربنا سمعنا وإحنا في بيوتنا، وإحنا بنصلي، وإحنا بتتضرع له، وإحنا نايمين ربنا معانا في كل وقت. فلازم نلتزم بالقرارات اللي الدولة واخداها. يا جماعة خلي بالكو، مصر محفوظة بينا بالتزاماتنا بأسلوبنا في حياتنا بتعاوننا مع بعض. خبط على جارك، اسأل على أختك، اسأل على أخوك، اسأل على ناسك، لأن هي دي مصر. صح يا شيماء؟ صح. وعايزين برضو نقول، برضو نوجه من هنا برنامجنا لكل شبابنا ولكل جيراننا وحبايبنا، يا جماعة نساعد بعض. في كتير ناس دلوقتي قاعدة من أشغالها مش لاقيه مصدر رزق ليها، لو تقدر تساعد ساعد باللي تقدر بيه. شوف جارك محتاج ايه، لان كتير الموضوع اللي حصل دوت وقف حال ناس كتيره قوي، فاحنا برضو ان شاء الله هنعدي منه على خير، بس برضو كلنا نساعد بعضينا وايدينا في ايد بعض برضو. ولا انت ايه رايك؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هو صاحب الملك. فينكم يا متغطرسون يا ملحدون يا اللي بتقولوا احنا النفوذ احنا الدولة؟ لا، ربنا بأمره بين معدن كل إنسان، وبين معدن كل حد عايز يأذي بلده، بين معدن الناس الطيبين اللي واكلين من الأرض، دول الأصل فعلا، بين جيراننا وأهالينا، بين أصحاب المال اللي ابتدوا يطلعوا المال، وأصحاب النفوذ اللي مش موجودة بقول لهم شكرا، عرفناكم زي ما بيقولوا اتعلم عليكم. عايزين نقول يا جماعة، مش عايزين ننسى شبابنا وعلاج الإدمان، اوعوا تنسوا نفسكم. عايز أفكركم برضو ان تليفوناتنا هتنزل على الشاشة. لمريض الإدمان
تواصل معانا، احنا شغالين في خلال الازمه، المستشفيات مفتوحه ليكم، حضننا موجود ليكم، الشاشه موجود عليها الرقم وصوره كتله ائتلاف القاهره لعلاج الادمان بالمجان تحت رعايه صندوق مكافحه المخدرات، وبنشكرهم ان هم شغالين يا شيماء في الازمه. اوعوا يا شباب تنسوا، اوعوا تنسوا علاجكم، تتصلوا بينا. انتظرونا بعد الفاصل وحلقه جامده جدا ان شاء الله هتطمنكم ونتناقش فيها في امور كتيره قوي. معانا ناس بتحب بلدها، معانا ناس بتقول احنا ولادك يا مصر. انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفنا وضيفكم اللواء احمد زغلول، مساعد مدير، مساعد مدير مخابرات الحربية. اهلا بيك يا ست اللواء. اهلا وسهلا بيك يا فندم. طبعا صباح الجمال عليك وعلى مصر بلدنا الجميله، واهلا برجال الجيش اللي بنحب دايما ان هم يكونوا في ظهرنا لان هم حماه الوطن. الحمد لله، بنرحب بيك. الله يخليك يا فندم. طبعا يا فندم حضرتك عامل حمله دعم لمؤسسات الدوله. حمله رسميه لدعم مؤسسات الدوله، احد انشطه جمعيه سفراء الوطن للتنميه والبناء. الحمد لله احنا بقالنا حوالي 3 شهور ونص تقريبا يعني جهزنا الحمله بشكل يليق انها تكون خلف مؤسسات دوله. الحمله بتتكون من بعض القامات الفنيه والرياضيين ورجال دوله سابقين اذا كانوا محافظين او رؤساء جامعات او وزراء سابقين، ومعانا في الحمله برضو بعض رجال الدوله اللي موجودين في مناصبهم رؤساء جامعات. دورها الاساسي ايه؟ اولا احنا دورنا من شعارنا توعيه انتماء تنميه. هدفنا توعية الشباب، عاوزين نستدعي تاني القدوة، عاوزين نرجع عاداتنا وتقاليدنا اللي افتقدناها في فترة من الفترات، عاوزين نوضح لأولادنا ان الثقافة والعلم هم احد الروافد الرئيسية لقيام اي دولة، لازم يكون عندنا ثقافة ولازم نحارب الجهل ولازم يكون عندنا القدرة، يكون عندنا ثقافة صحية زي الظروف اللي بتمر بها البلد في الفترة الحالية. عندنا رؤية اخرى ان احنا يعني مختلفين عن جميع الحملات اللي موجودة، مع احترام لكل الائتلافات والحملات اللي بتأدي دور تنموي توعوي زينا بالظبط. احنا اجتماعاتنا كلها لازم يكون بجانبها عمل خدمي، اذا كان منتدى لتشغيل الشباب او القيام بدور الوقوف مع المعيلات والارامل، وارسال رسالة مجتمعية ان لازم المجتمع المدني يكون له دور جنبا الى جنب مع الحكومه، ولازم يكون لنا رؤيه ان احنا يعني مراه الدوله بشكل او باخر، ان احنا نعرض السلبيات ونعرض بعض الحلول، نحاول بقدر الامكان ان احنا نعرف اولادنا ان هم لازم يكونوا رقم فاعل في المجتمع، لازم يكون لهم دور مهم جدا جدا لبناء هذا المجتمع. هم ذخيره الوطن خلال الفتره اللي جايه، هم اللي احنا حاطين امال كبيره جدا 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 ان احنا نرجع للرياده الدوليه بيها ان شاء الله. ودورها الاساسي في اللي بتمر في البلاد، ايه دور الحمله دي؟ احنا والله احنا اتحركنا في عده محافظات، في القاهره والجيزه والغربيه والفيوم وسوهاج واسيوط. الحمد لله كان لنا دور مهم جدا في ان احنا ساعدنا الدوله في تطهير بعض المنشات والمؤسسات الحكوميه اذا كانت مدارس او بعض المقرات اللي يتردد عليها المواطنين زي مراكز محليه او اقسام شرطه. كان لنا دور مهم في الاتجاه دوت، والشباب كان هم يعني بادره التقدم. ما هي اللي انا عايزه ادخل منها ركيزه الشباب، هل لقيت اقبال كبير واضح من الشباب؟ طبعا هم يعني اللي بيفكرونا وهم اللي بيخلونا نقف وراهم وخلفهم. يعني عندنا مجموعه من الشباب الواعي، والحمد لله رب العالمين دائما بتكلم معاهم واقول لهم لازم يكون عندنا نكران ذات، لازم نهمش كل خلافاتنا. انت عارفه الشباب دائما يعني بينهم بعضهم بعض يعني المشاحنات الحميدة. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، المبادرات دي كمان بتلهيهم،
وقت الفراغ طبعا. بتاعهم ما بقاش فيه فراغ، لا لا دلوقتي في خير بيتعمل. احنا فندم احنا اتحركنا في اليومين ثلاثة اللي كان فيهم الطقس السيء دوت، كان ابنائنا اذا كان لجنة خدمة المواطنين او لجنة الشباب حقيقي. او لجنة الصحة كان ليهم دور مهم جدا جدا، لا الشارع في الوجود كان مع جميل الشارع جدا. يعني كان في مساعدات يعني انا بشكرهم يعني في تواجدي، ان لجنة الشباب كان ليها دور مهم برئاسة الفنان سامح يسر رئيس اللجنة ومستشار رئيس الحملة للمهرجانات وصداقات الشعوب العلاقات الدولية. يعني تمام. أنا بشكره يعني كاريزما، يعني أنا يعني محبوبة. اكتشاف سامح يسري، يعرف لغات، مثقف جدا، عنده القدرة على احتواء الشباب، ده أفكاره حقيقي. حميدة. أنا شايف إن هو، وكفاية إن هو صديق عزيز ليا وأخ غالي، واتفقنا إن احنا نبني هذه الحملة بشكل أو بآخر مع الكثيرين برضه، يعني صحيح. الفنان طارق الدسوقي معانا، الفنانة حنان شوقي، الأستاذ أخ الأكبر اللي هو يعني بنعتبره أب الحملة، الأستاذ محمد حسن الألفي اللي كان رئيس تحرير جريدة الميدان والوطن والعالم اليوم، والأخت الفاضلة نائب رئيس الإذاعة الأستاذة أمل مسعود، الدكتورة نجوى العجمي، المعالي نائبة الوزير الصحة السابق الدكتورة ميسة شوقي، المهندس محمد عبد الظاهر وزير محافظ الإسكندرية والأليوبية السابق، يعني ما تيجي كده حسام المغازي وزير الري السابق، نحطهم في باكت ورد ونقول هي دي زهور مصر. طبعا فعلا هم دول زهور مصر. انا اسف ان انا ممكن اكون لا نسيت تمام. احد، الاستاذ ابراهيم طلعت اللي ماسك توكيل كتر بيلر، عندنا الاستاذ محمد النادي صاحب فنادق ومدارس في الفيوم، عندنا الكاتب الصحفي محمد عبد الدايم، اللواء خالد الشاذلي نائب الاول وزير للحمله، عندنا امين عام احمد طلع، معانا الفنان سامح يسري. صباح الجمال. اهلا اهلا اهلا، صباح الفل، صباح الصحه والسعاده على كل مصرنا الحبيبه وكل العالم بيني وبينك. بنرحب بيك النهارده، بس الصحه والسعاده، وان شاء الله كل واحد يخلي باله على كل جميل ان شاء الله. اهلا بيك في حكايه ولاد البلد. والله دي اجمل كلمه، وانا بهنيكم على البرنامج، وسعيد ان انا معايا القمر الجميل قائدنا المتميز الانسان ابن البلد الجدع احمد زغلول سياده اللواء الجميل. ربنا يخليك، وطبعا جهودك مشكورة، بس لا داعي للشكر لان انت ابن مصر، فابن مصر ما يتشكرش، لان ده واجبنا نحو مصر. ده شرف الحقيقة. انا بعتذر ان انا مش قدام التلفزيون، لكن انا سعيد جدا ان انا معاكم، ويعني انا مش عارف انت اسماء ولا شيماء، مين اللي بيتكلم؟ انا اسماء. ازيك يا اسماء؟ صباح على شيماء، وصباح على سيادة اللواء، وسعيد جدا بكلامكم المميز ده اللي ده تكريم ليا الحقيقة. ربنا يخليك تقول له كلمه. بشكرك يا استاذ سامح على تعبك ومجهوداتك اللي بتعمل بتفيد بيها البلد ديت، وتعبك ومجهودك معانا بصراحه، يعني الله ينور. اقول لي معلش على حاجه، كلمه تعب دي مش كلمه، احنا جنود وابناء هذا الوطن، والدور الايجابي الفاعل لازم يبقى في الاوقات الصعبه ووقت الشدايد، وقت المحن بيبان المعادن الاصيله، وباذن الله بعد كل محنه لازم تبقى في منحه من الله سبحانه وتعالى، او منحه نستحقها كلنا، واحنا لازم نحاول كلنا مع بعض نجني للأفضل والأحسن. ربنا يعينك يا رب. بنشكرك يا فنان يا جميل، وإن شاء الله تكون معنا في حلقات كتيرة من حكاية ولاد البلد. شكرا. أنا اللي بشكركم جدا، ومش عارف سيادة اللي هو كان الموضوع بتتكلمه وصلته لغاية فين، مش عايز أعمل والله أي إحنا كنا بنتكلم قطعة، لكن أنا بقول لكم اطمنوا، إحنا في ناس مدركة يعني إيه الولاء والانتماء، في ناس مدركة يعني إيه تبني القدوة بشكل اللي ينبغي أن تكون عليه القدوة في كل المجالات. احنا مصدقين جدا المشوار بتحدي، مصدقين جدا ان في ازاي تنميه بذكاء، انك توصل لكل القلوب والعقول بشكل حقيقي مؤثر فعال. فهو ده الوطن الجديد اللي بنحلم بيه من خلال تضافر الجهود، ومفيش حد في منصب. اديك شايفه ازمه قد ايه صغيره، مخليه الكل العالم على الارض، ما الارض واسعه قد ايه، كله قاعد في حته قد ايه صغيره. فالحمد لله مفيش غير ان انت بس بالوعي بالتنوير، بانك تبقى تكتل حقيقي وتبني للاحسن والافضل. بروح المصريين الجدعان. طبعا طبعا ولاد البلد الجدعان. بالظبط. مع المصري ده اصلي. طبعا. وانا عامل اغنيه اسمها المصري اصلي، وعشان كده انا فخور جدا بالمعنى الحقيقي لابعاد الكلمه. الحمد لله. بشكرك يا فندم، شكرا للمداخله. شاكرين جدا. بالنسبه للوضع الحالي، تفتكر ان هو مطمن، او نقدر نبشر جمهورنا ان الوضع ان شاء الله هيكون احسن؟
والله هو الخطوات اللي قامت بيها القيادة السياسية والحكومة خلال الفترة اللي فاتت دي تؤكد ان فعلا مصر ماشية في الاتجاه الصحيح. دور هام جدا جدا بتقوم به وزارة الصحة وملائكة الرحمة الأطباء وجهاز التمريض. الحمد لله احنا شايفين ان في خطوات مهمة جدا جدا جنبا جنب القوات المسلحة ودورها المهم. تمام، فاحنا يعني احنا مشكلتنا ان احنا ما عندناش الثقافة الصحية. يعني احنا شعب عطوف، شعب مضياف، يعني العملية بناخدينها بالظبط. يعني عارف يا سيادة اللواء بشكل فريندلي يعني كده، يعني في ناس بتتكسف اصلا ان انت مثلا ايه تيجي تسلم عليك، فمحرج ان انت ما تسلمش، بتسلم وتبوس. هو هي دي ما فيهاش احراج، لا لازم كلنا عندنا وعي ثقافي. يعني الحمله اللي قايم بيها، المبادره اللي قايم بيها لجنه الشباب برئاسه الفنان سامح يسري، اهمها ان التوعيه الثقافه الصحيه. والتعليمات اللي بتقولها الدوله او وزاره متمثله في وزاره الصحه دي تعليمات المفروض كلنا ننفذها بكل دقه. احنا في وباء منتشر، شايفين ايطاليا وصلت فين، شايفين الصين وصلت فين، صحيح. شايفين امريكا، شايفين ايران، تركيا بدات تخش في شكل ومنحنى خطر. واحنا بلدنا الحمد لله رب العالمين احنا 100 مليون عندنا. أيوة. مناطق كتير جدا جدا شعبيه ومناطق عشوائيه. الحمد لله القياده السياسيه بتحاول بقدر الامكان خلال الفتره اللي فاتنا يعني تنهي على العشوائيات، بس لسه قدامنا هو سنوات. هو شيماء حته الالتزام والوعي طبعا لازم نلتزم. نطمن شعبنا الحمد لله. شوف حضرتك اعملي مقارنه بسيطه ما بين اللي بيحصل في العالم كله واللي موجود في مصر. احنا الحمد لله يعني وضعنا مطمئن، وضعنا الصحي متماسك. يعني كان من الامس ليا صديق والده عنده اشتباه، في اقل من ساعه كان في المستشفى وعملوا التحليل. الحاجه اللي حضرتك اللي انا يعني انبهرت بيها ان الطبيب الحميات تمام كانت في مستشفى كبيره قالت ان الوالد عنده كورونا مش مختصين. اول ما اتنقل للمستشفى حميات حلوان تخصص. طبيب حلوان اول ما شافه قال له انت ما عندكش كورونا من قبل من قبل. ده يدل ان اطبائنا اللي في الحميات المختصين في المناطق الحاره لازم ندعمهم اكتر. صحيح. ولازم نقف بجنبهم اكتر. عندنا امكانيات موارد بشريه طبيه ممتازه على قدر من المسؤوليه وقدر من العلم. فبقيت سعيد جدا جدا لما بالتليفون وبشكر المتحدث الرسمي لوزير الصحه. يعني احنا عايزين برضو الحته دي يا فندم حضرتك تنوه عنها، اللي هو لما انا يكون عندي اشتباه ما اروحش اعمل قلق للدكاتره، يعني واحده لا واحده عشان اقدر اتعامل. لا كانت الامور ماشيه ووصل ان المتحدث الرسمي لوزاره الصحه اتكلم مع المستشفى وتاكد. ده يدل ان الدوله مهتمه جدا بحاله بسيطه. المتحدث الرسمي لوزاره الصحه اتكلم وتحدث مع الطبيب في المستشفى وطمنه ان دي مش حاله، دي حاله سلبيه، ومع كده هناخد العينه ونعملها. طبعا. والحمد لله تقريبا النتائج النهارده هتكون سلبيه. وده دورنا يا شيماء ودور الاعلام. بس انا عايزه افهم اسال برضه اللواء، سياده اللواء، ايه رايك في الاشاعات اللي جايه على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا؟ يعني اشاعات رهيبه، هل دوت الناس تسمع بيه ولا لا؟ دي طبعا طبعا كل ده مش عارفه. حياتك يعني انا فوجئت على خلال ال 10 15 يوم اللي فاتوا ان في ناس يعني شربوا من هذا النيل العريق لشريان الحياه واعظم نيل واقدم نيل في العالم، وبيقولوا كلمات الواحد يعني يستقلها. صحيح. أكون أنا مريض أنقل مرضي لضيفي، ده الواحد لما يبقى عنده يعني حاجة لو قال في الونزة حضرتك ما بتروحش الشغل طبعا بيحاول بقدر الإمكان إن هو يبني ما ودوش المدرسة. ما ندخلش يعني ما ندخلش أكتر من الفرد في المشكلة اللي إحنا فيها. مش عارفة يا سامي المشكلة في الإشاعات اللي نازلة بيحط لك كل واحد قاعد يحط أعراض مع نفسه. المشكلة في أعراض كذا في أعراض كذا. المشكلة حضرتك إن إحنا ما بنستقيش معلوماتنا من المصادر الرسمية. عندنا منظمة الصحة العالمية هي دي المصدر الأساسي. منظمة الصحة العالمية عندنا رئيس الوزراء، عندنا رئيس الجمهورية، متحدث رسمي في كل حاجة، وزارة الصحة والصفحة بتاعتها، وزارة الداخلية وصفحتها، القوات المسلحة وصفحتها، كل دي مصادر كلنا لازم نبقى يعني صحيح. مهتمين ان احنا نستقي معلومات منها. اما السوشيال ميديا والواتساب وصفحات التواصل الاجتماعي بتنقل حاجات بتخليني يعني مثلا امبارح طلعت كذا اشاعة على كذا قيمة ان هو توفت والكلام من ده، وفي نفس الوقت احنا كذبناها. حضرتك بالمناسبة طبعا بننعي الفنان جورج سيدهم لوفاته،
ربنا يرحمه، طبعا كان من الفنانين الجمال اللي كلنا بنحبهم، طبعا من الأصل العام الفني والدرامي والكوميدي، وربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه. فاحنا ده من الناس القدوة في مجاله طبعا، شهدائنا نتيجة الغدر والخيانة اللي طبعاً. يعني المفروض ظروف البلد بتقول نحتضن، وللأسف لسه في ناس عايزة تدمر بس ينسوا مش هيعرفوا برضه. الحمد لله بتماسكنا وباتحادنا ورؤيتنا ان احنا دولة عظيمة وريادتنا ريادة مش طبيعية، احنا دولة ربنا سبحانه واصطفانا عن كل دول العالم، دولة اول نبي ينزل فيها سيدنا ادريس، اول خط يتكتب كان يتكتب على مصر، حضاراتنا موجودة ومنقوشة، تلتين حضارة العالم الاثرية موجودة. بالمناسبة ان الفنان سامح يوسف ماجستير في الاثار كمان، يعني فشبابنا بيتعلم منه يعني. والله يا فندم انا في مقوله دايما بحبها، كلمه مصر. يعني ايه مصر؟ يعني حرف الميم ممر كل الانبياء وملتقى كل شعوب العالم، حرف الصاد صبر على البلاء وصاروخ في وش اي حد يجي جنبها، حرف الراء رب الكون راعيها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. احنا ان احنا مصريين وعندنا يعني من القدره ومن الاداء اللي احنا نخلينا دوله رائده في المجتمع وفي المجتمع العالمي، وان شاء الله باذن الله تعالى الغمه ديت نستخيذ منها وربنا يعديها على خير باذن الله تعالى. طب ونصيحه حضرتك ايه بقى لشبابنا؟ اقول لشبابنا لازم تكون زي ما قلنا من شويه، تكون رقم في المعادله، لازم تكون يعني في المقدمة، انتوا يعني المرآة اللي احنا ان شاء الله بإذن الله تعالى نحس انكم انتوا رافعينها رايتها بإذن الله، الدولة قائمة بيكم وعاوزينكم تكونوا فاعلين اكتر في هذه المشكلة اللي احنا كلنا يعني حاسين بيها والعالم كله حاس بيها. لازم تبقوا خلف القيادة السياسية، لازم تكونوا عندكم رؤية ازاي نبني هذا الوطن بشكل كلنا نبقى راضيين عنه. دولتنا بيكو هي رائدة الأمة العربية والأمة الإسلامية والعالم بإذن الله تعالى. في نهاية فقرتنا بنشكرك سيادة اللواء أحمد زغلول، بجد شرف لينا وجودك معانا النهاردة، بأنك رجل من رجال مصر الشرفاء ورجل من رجال الجيش والمخابرات الأسبق، ولكن حد ليه رمز بجد بنعتز بيه ويشرفنا ان هو يكون في حكايه ولاد البلد. شاكر جدا. قبل ما انهي الفقره عايزه اتوجه بالشكر للسيد وكيل وزاره التموين باسيوط ومساعديه على تنفيذ التاشيره الصادره من معالي وزير التموين بتشغيل قريه دير الجنادله، المخبز اللي موجود هناك مركز الغنايم اسيوط. ده طبعا هيحد من الزحام جامد قوي بالنسبه للمنطقه دي. فطبعا بس بنرجوه بسرعة تنفيذ القرار. في نهاية الفقرة بشكركم، واستنونا الفقرة اللي جاية وفقرة مع الشباب. فاصل ونعود.